عند العمل مع الأشخاص النازحين، فإنك تعلم أنه لتوفير استجابات ذات جودة ومستدامة وخاضعة للمساءلة، فإنك تحتاج إلى مشاركة مجتمعية مناسبة وبناءة، لكنك تعرف أيضاً مدى صعوبة تحقيق ذلك. منتدى المشاركة المجتمعية موجود هنا للمساعدة، ويمكنك الانضمام إليه بسهولة. منتدى المشاركة المجتمعية هو مساحة على الإنترنت لممارسي تنسيق وإدارة المخيمات وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني لتبادل خبراتهم في إشراك السكان المتضررين في استجابات للنزوح. إنه مكان شامل لمشاركة الموارد والمناقشات والأخبار والأدوات والإرشادات. يمكن للأعضاء التعلم من خبرات بعضهم البعض والتحديات والحلول المبتكرة. إنه يوفر مساحة آمنة وتعاونية للممارسين لطلب المشورة ومشاركة المخاوف والعصف الذهني للأفكار، ومن خلال مشاركة رؤاهم ومواردهم وقصص نجاحهم، يعمل الأعضاء على إثراء قاعدة بيانات المعرفة الجماعية. إنه مجتمعك الممارس. تشكل تعليقات الأعضاء واقتراحاتهم محتوى ورش العمل والندوات عبر الإنترنت وجلسات التدريب والتوجيه، بالإضافة إلى اللقاءات غير الرسمية عبر الإنترنت، وجميعها تقدم أخباراً ذات صلة وتعرض أفضل الممارسات. يمكنكم الاطلاع على المحادثة والدخول إليها عبر الهاشتاج الخاص بكل موضوع. ابحث في قسم الملفات. يمكنك مشاركة مرجع. ابدأ مناقشتك الخاصة. أو ببساطة قم بطرح سؤال على مجتمع الممارسة من خلال بدء موضوع جديد. يمكن أن تساهم المشاركة في منتدى المشاركة المجتمعية في النمو المهني وتعزيز المهارات، وتبقيك على اطلاع بآخر التطورات. تشكل مدخلات الممارسين المواضيع والمناقشات الرئيسية، فضلاً عن تقديم الدعم للأعضاء، والتي يمكن أن تساعدك في دعم أفكار وخبرات والتعرف على السكان النازحين الذين تعمل معهم، والتي يمكن أن تساعدك في دعم أفكار وخبرات والتعرف على السكان النازحين الذين تعمل معهم. قم بالتسجيل الآن مجاناً وتفاعل مع مجتمعك الممارس.